به نجات الخلق عظيم عالي الدرجات يا رسول الله. به نجات الخلق عظيم عالي الدرجات يا رسول الله. كريم يا من سامع الأصوات يسر عسري واقبل الدعوة رسول الله. به نجات يا هنا إخوتي وأخواتي أصلح أبنائي إخوتي وأخواتي رسول الله. به نجاتي الخلق عظيم عالي الدرجات يا رسول الله. أتبع سار الكرام ساداتي وهم أهل الله الخربوا العادات يا رسول الله. به نجاتي بجاه الخير والأيمان وغضب الكون غائد الغادات يا رسول الله. به نجات يا الخلق عظيم عالي الدرجات يا رسول الله. سلت الغول العظيم الأبيات على المختار صاحب الآيات يا رسول الله. به نجات دوام بلصم مدح طول حياتي أفوز بغدا السلف وحياتي رسول الله. به نجاتي الخلق عظيم عالي الدرجات رسول الله. في يوم العاد العظيم يا غلاتي له رضوان فاتح الجنات رسول الله. به نجاتي به انتك سلات سم مناتي أمين مامون نائر الوجنات يا رسول الله. به نجات الخلق عظيم عالي الدرجات يا رسول الله. في يوم العاد العظيم يا غناتي له رضوان فاتح الجنات يا رسول الله. به نجات به انتك سلات سم مناتي امين مامون نائر الوجنات يا رسول الله. به نجات الخلق عظيم عالي الدرجات يا رسول الله. نبيا جاء قائد الرحمات رؤوف الأرحم من الأمات يا رسول الله. به نجات بالحق مبعوث فرج الأزمات بسر كلمات ربنا التامات يا رسول الله. به نجات الخلق عظيم عالي الدرجات يا رسول الله. نبيا جاء مدح في الصفات به ننجوم البلوا آفات يا رسول الله. به نجات شفيع الكل يوم عرد وحفات فكم أغلى وحيا بعد وفات يا رسول الله. به نجات الخلق عظيم عالي الدرجات يا رسول الله. من آي الضب والغزل والشات بتفل شفا وعذب المرات يا رسول الله. به نجات أخبر بالكال في المضى ولات سرونا جرب وشاب الزات يا رسول الله. به نجات الخلق عظيم عالي الدرجات يا رسول الله. عيب ريق الله في الهجع يومات أحزن قلبي حين بسم بسمات يا رسول الله. به نجات كريم حول لي قبل مماتي أصل وأزور كاشف الغمات يا رسول الله. به نجات الخلق عظيم عالي الدرجات يا رسول الله. هاي بريق الله في الهجع يومات أحزن قلبي حين بسم بسمات يا رسول الله. به نجاتي كريم حول لي قبل مماتي أصل وأزور كاشف الغمات يا رسول الله. به نجاتي الخلق عظيم عالي الدرجات يا رسول الله. عليه من الله ألف صلاة عدد ما كان في الجبال وفلات يا
رسول الله فيه نجاتي البرع يلي لأحسن الحالات كمحي الدين والآئم مولاتي رسول الله فيه نجاتي الخلق عظيم عالي الدرجات رسول الله عليه من الله ألف صلاة عدد ما كان في الجبال وفلات رسول الله البرع يلي لأحسن الحالات كمحي الدين والأئمة ولاة رسول الله